التماس للجيسكا. بوالي استلام يحاول مرور فنيات كبيرة عند اللعب. يلعب كل عرض شبيبة القبائل. هذه تسديدة من هذا بن شعيرة. وشوم الفريق الجزائري. بوالي 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 يحاول مرور بوالي ورسال مرتبك الفريق التونسي. ترجع لبوالي. ترجع كرة مرة أخرى عند الفريق الجزائري. شبيبة الشوط أول أثرت على الفريق ضربة معنويات نادي رياض السفاكسي. هذا بوالي بوالي فنان الجزائري. بوالي عرضية فرصة الثاني الهدف الثاني. التماس جبري يمر الكرة عند الجزائري. فريق سيطر على منطقة الوسط. حسام بكدوك دفاع صولة ظهر قليل في هذا اللقاء. كرة ترجع كرة داخل منطقة الجزاء. بوعلي مر باتجاه الطبال تبعد من الدفاع.